لندرك سنن الله فينا ماضية. نعم، لن تجد لسنة الله تبديله، لن تجد لسنة الله تحويلها. من يملك تبديل سنة رب العباد أجراها؟ من؟ إن لم يملك ذلك الأنبياء فمن يملك بعدهم؟ لذا علم الله نبيه: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، سمعت قصص الأنبياء، هل أفلت منهم واحد من هذه السنة؟ ولقد جاءك من نبأ المرسلين، ثم إن أردت طريق آخر نذلك عليه. تود أن الناس يعجلوا بالتوبة والصدق وقبول الحق، تود أن تأتيهم بآية؟ حتى لو أعطيناك الآيات، هل تظن أن العبادة تغير بمرادك أو بأسباب في يدك أو بأمانيك وآمالك أم بسنة الله فيهم؟ قال: وإن كان كبر عليك إعراضهم، ضايق وآذاك إعراض الناس عن الحق، بل حرب الناس عن الحق. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية لتثبت لهم صدقك، لتثبت لهم حرصك عليهم، لتثبت لهم أن سعادتهم فيما عندك. قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون.